قالت تقارير تركية أن حصيلة قتلى جماعات معارضة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية نبع السلام العسكرية في سوريا ارتفعت إلى 224 مسلحا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن قيادات بالجماعات المعارضة التي أطلقت على نفسها اسم الجيش الوطني السوري القول إن 692 عنصرا أصيبوا أيضا، فيما فقد مسلح واحد من جراء الهجمات التي نفذتها وحدات الحماية الشعبية الكردية وحزب العمال الكردستاني. وصلت إلى مطار الخرطوم طائرة رابعة من الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 10 أطنان من حليب الأطفال والمساعدات الطبية لمتضرري السيول والأمطار التي اجتاحت السودان أخيرا. وقال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم لوكالة الأنباء الكويتية كونا: تأتي هذه المساعدات بناء على توجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني لمد يد العون للأشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات الأخيرة.